قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورانج بجنوبي غربي البلاد على الحدود مع أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة ألكساندر جوزيف إن طفلة عمرها 11 عاما أصيبت بحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في المدينة. أضاف أن نوافذ مباني سكنية ومنازل عدة في المنطقة تحطمت في هذا الهجوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد استيتية. أهلا ومرحبا بك إياد، ما الذي تقوله السلطات الأوكرانية عن هذا البيان الروسي وغيره من التطورات الميدانية؟ نعم أحمد، يعني بالنسبة للضربات التي يعني قالت موسكو أنها القوات الأوكرانية قد وجهتها إلى مدينة فورونج بالمسيرات، لا توجد لغاية الآن أي تصريحات من المسؤولين الأوكرانيين حول هذه الضربات. ربما هذه تأتي ضمن يعني الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني في التي شهدتها الأسابيع الماضية من الهجمات سواء كانت بالصواريخ أو بالمسيرات. الجانب الأوكراني خلال الأسابيع الماضية كان قد أعلن أنه استهدف عدة مناطق روسية محادية للحدود الأوكرانية، تحدث عن منطقة بلغراد تحديدا. فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية أحمد، هناك يعني اليوم خلال الساعات الماضية كانت الجبهتان الشرقية والجنوبية في أوكرانيا قد شهدتا 94 اشتباكا قتاليا ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. معظم هذه الاشتباكات يعني تمركزت في محاور أفديفكا ومارينكا، هذا محور مارينكا الأخير، هذا المحور الذي بدأ يشهد زخما أو نشاطا عسكريا من قبل القوات الروسية، وذلك بحسب بيان هيئة الأركان الأوكرانية، حيث قال البيان إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 32 هجمة على مواقع القوات الأوكرانية في هذا المحور. أيضا المحور الآخر نتحدث عن محور أفديفكا والذي يشهد منذ عدة أسابيع محاولات من جانب القوات الروسية من أجل تطويق هذه البلدة، بلدة أفديفكا، من جهات الشمال والجنوب. هناك هجمات خلال الساعات الماضية من قبل القوات الروسية باتجاه المواقع الأوكرانية في هذا المحور تحديدا، رصد 34 هجمة خلال الساعات الماضية من قبل القوات الروسية باتجاه المواقع الأوكرانية وتحديدا في المناطق الشمالية من هذا المحور وفي أيضا المناطق الجنوبية. نتحدث عن مناطق عن بلدات استيبافوي وبيرفامايسك، هاتان المنطقتان اللتان تشهدان بشكل يومي هجمات من قبل القوات الروسية في للمواقع الأوكرانية في هاتين المنطقتين. أيضا في المحاور الأخرى ربما تكون أقل حدة في العمليات الهجومية العسكرية الروسية، نتحدث عن محور باخموت. هذا المحور كان قد شهد خلال الساعات الماضية 7 هجمات بحسب بيان الأركان الأوكرانية من قبل القوات الروسية، وذلك في المناطق الجنوبية من مدينة باخموت وهي مناطق كليشيفكا وأندريفكا. هذه المناطق أيضا كانت قد شهدت العديد من الهجمات خلال الأيام الماضية من قبل القوات الروسية باتجاه مواقع القوات الأوكرانية، وربما كما يقول العسكريون الأوكرانيون عين القوات الروسية هي تنصب نحو بلدة تشاسيفيار، هذه البلدة التي تبعد عن مدينة باخموت نحو 17 كيلومترا، وهي تعد أحد البلدات التي توفر للقوات الأوكرانية المتواجدة في محور باخموت المؤن والمعدات، وهي تحتوي على طرق وخطوط إمداد للقوات الأوكرانية الموجودة في هذا المحور. القوات الأوكرانية قامت خلال الساعات الماضية بشن 22 غارة جوية على مواقع القوات الأوكرانية القوات الروسية عفوا في مختلف المحاور، وغارة على موقع لمنظومات الدفاع الجوي الروسية. من كييف مراسل التلفزيون العربية إياد استيتية، شكرا جزيلا لك إياد على هذه